السلام عليكم، نجدد التحية بكم أعزائي المشاهدين في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج ملاعبنا. سنقف في حلقة الليلة على نتائج الجولة السادسة من دورينا ونرحل لنسترجع ذكريات كلاسيكو الملك والزعيم، ثم نتطرق في حلقة اليوم إلى التطورات الكبيرة في الإعلام الرياضي وأهمية الإعلام للاتحادات والمؤسسات الرياضية في الدولة. ونواصل في حلقة اليوم استعراض ملف التراجع الرياضي، وهذه المرة نسلط الضوء على الاتحادات الغائبة على المشهد والألعاب المظلومة، بالإضافة للعديد من المحاور سنناقشها معكم بإذن الله بعد هذا الفاصل. في البدء ارحب بكم جميعا احبائي الكرام بالاساتذه الافاضل الموجودين معي في حلقه هذا المساء. ابدا بالاستاذ محمد الجوكر، حياك الله ابو سلطان. يا مرحبا استاذ. استاذ ضياء الدين علي، حياك الله ابو زياد. اهلا بك ابو رامي ومشاركه كريم. اهلا وسهلا. استمرت لليوم الثاني على التوالي مباريات الجوله السادسه من دوري الخليج العربي، وانطلقت مواجهات اليوم بلقاء جمع الظفره والنصر باستاد حمدان بالزايد في المنطقه الغربيه. المباراه اكتسبت اهميه خاصه من واقع موقف الفريقين في جدول الترتيب، وانتهت المواجهه بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، ويستضيف حاليا استاذ راشد في دبي مباراة شباب الأهلي وضيفه الوحدة في مواجهة من العيار الثقيل، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى اللحظة. أبو سلطان أبدأ معك، مباراة الأهلي وشباب الأهلي والوحدة لا زالت حتى اللحظة 83 دقيقة تقريبا تعادل 0-0. طبعا التعادل لا يخدم الفريقين. هو طبعا إذا انتهت النتيجة بهذه الصورة ستكون في مصلحة الأندية الأخرى مثل الوصل والعين والجزيرة، لكن عموما المباراة شاهدناها قبل دخول الاستوديو، كان هناك حقيقة إشادة غير عادية بأداء فريق الوحدة بتحركاته و الكرات الثلاثية بينهم في تجانس واضح جدا. فريق الحقيقة لعب مباراة كبيرة، بينما الأهلي يعني بين قوسين كان تائها، لم يستطيع المربع الهجومي القوي اللي يضمه لاعبين الأجانب، ما أدى المباراة المطلوبة، على الرغم النادي الأهلي شباب أهلي دبي يفترض أن يظهر بصورة أفضل، لكن هذه المباراة أنا في اعتقادي كانت سيطرة للوحدة من حيث التحرك والأداء. قد تكون بعض الفرص الفردية اللي ضاعت على الأهلي، لكن ما أعجبني الحقيقة في هذه المباراة هو الجيل الجديد الموجود في فريق الوحدة والتحركات السليمة، وأيضا أخذهم زمام المبادرة والتحرك بشكل ضاغط على هجوم النادي الأهلي. الأهلي شباب أهلي دبي ما زال الحقيقة يطرح تساؤل، لماذا تراجع أداء الفريق في هذا الموسم، على الرغم أن هناك ضم أو استحواذ ناديين، بالإضافة للأهلي فأصبحوا نادي كيان قوي يفترض أن يكون بشكل أفضل، لكن لا أعلم السر. لكن إجمالا أنا أحيي شباب الوحدة على المجهود الكبير اللي قدموه في هذه المباراة. جميل، نبحث عن السر. بوزياد، الأهلي قوامة لا زال هو قوام الأهلي، يعني شباب الأهلي دبي هذا المزيج من ثلاث الأندية لا زال قوامة هو الأهلي القوي السابق العام. صحيح. السابق. نعم. مع مدربة يعني لم يختلف شيء سوى حالة البناء الجديد الإدارية فقط، أما الجانب الفني في موجود. سر ما هو السر؟ والله أنا شايف أن يعني الباصص اللي قدامك أنه هيعمل نقلة نوعية للفريق بشكل على مستوى الفني بشكل يعني في الموسم الأول، شايف أنه شوية يعني سابق المشهد بكتير من بالتفاؤل. يعني الواقع بيقول العكس ذلك، يعني انا شايف ان الامور اللي هي لحد كبير ترتبت على الدمج اثرت على شكل الفريق في الملعب، يعني انا مش شايف ان هو كان يعني كان عنده مشكله والدمج عمله نقله نوعيه هتخليه احسن مما كان عليه. انا شايف ان عواقب الدمج مؤثره عليه بالسلب اكتر ما هي بالايجاب، من ناحيه من وجهه نظري الشخصيه. يعني المشاكل اللي قرر مرتبطه، بس شو اللي طرأ عليه ابو زياد؟ عفوا، الان نفس الفريق هو نفسه. لا أنا ببصلها على تنازع الهوية والإحساس بالقوام الجديد. يعني أنا مش شايف أن الاستقرار والارتباط بالفريق من خلال عناصره كلها
كمنظومة داخل شباب الأهلي دبي بقت كيان واحد كما يعني يجب أن يكون عليه الحال. يمكن دي تحتاج أكتر من موسم واحد في تقديري، أنا شايفها كده مش حاجة هتتم التحام، يعني وضع وتوصيفه طبيعي. لا أنا بقول إن هو في مرحلة ما زالت يعني انعدام وزن، لسه لم يستقر بالشكل الذي تراهن عليه للمستقبل كما يجب، يعني هو لم يخلص من عملية الانصهار الداخلي بحيث يكون له قوام جديد تراهن عليه أو يكون له حضوره العالي، مع إن المفروض يكون الكرة بمعزل عن كل ده. لكن خلينا نتكلم بواقعية ونقول إن كل الأمور أو كل الأواني مستطرقة والمية داخلة في كل الأواني، بمعنى إن اللعيبة متأثرين، القوام الجديد للنادي أعتقد مش لسه مستقر بالشكل اللي يخليك تراهن عليه، حتى بحضوره الدولي أعتقد كان موقفه بالنسبة لدوري أبطال آسيا منعكس عليه، يعني كان من بدري قوي واخد قراره إنه ما يشاركش لأنه عارف إنه عنده عدم أهلية داخلية إنه يكون قادر على المنافسة كما يجب، صح. أو حتى أمور إدارية مرتبطة بتكوينه الجديد. والمباراة النهاردة أنا شايف يعني من المباريات الصعبة بالنسبة للدوري، ودايما بيكون الماتشات دي الفريقين كبار بيتحاسبوا لبعض كتير جدا، المدربين حاكمين المشهد بشكل كبير من خلال الأداء وبيلعبوا باستحكامات دفاعية بالأساس قبل ما يكونوا بينوروا على الهجوم ويغامروا بيه، فمحكومة المباراة، محكومة بفكر المدربين أكتر وشحيحة الفرص ومفيش فيها متعة كتير، الجمهور صحيح حاضر بنسبة كبيرة شوية لكن مفيش الإحساس بالمباراة كما يجب يعني. صحيح، طبعا رغم أن في صورة رائعة منقولة عن جمهور الأهلي اليوم في هذا المساء، مزين للمدرجات، عنده مبادرات، عنده لوحات جميلة، عنده لمسات، عنده رسمات كريكتير، عنده أيضا تفاعل مع حملة أو مبادرة الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد وعهد دبي في تحدي دبي، فهذه الأشياء حلوة، لكن يبقى الحلو أن يكتمل مع الأهلي في الملعب. هو الموضوع المبادرات أخي العزيز أبو مروان، نحن نبارك نؤيد الأندية التي تقوم برفع اللوحات التي تنادي بالتثقيف المجتمع وتوعية الناس، لكن لسنا مع لوحات التي يفرض فيها التحدي ويفرض فيها أسلوب الاستفزاز اللي فيها استفزاز لبعض الجماهير. تقصد الأسبوع الماضي أبو سلطان؟ نعم، وهذا الشيء الحقيقة يجعلنا إلى نسترجع أو نتوقف قليلا إلى قرار الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بوقف لوحات التي تحمل كلمة الملكي الصفات، نعم، وهذا طبعا يؤكد على أن هناك الهيئة الرياضية متداخلة بقوة في الساحة الرياضية، بينما نحن ليس لدينا هيئة رياضية حتى تتدخل، وبالتالي هذه اللوحات الحقيقة التوثيقية توعية أنا معها، لكن لفت انتباهي أن الجمهور كان يحمل بعض اللوحات شكرا للرعاة الاستراتيجيين، وهذا ما أعتقد أنه تتناسب مع جمهور يرفع شعار يشكر فيها المؤسسات العقارية والاقتصادية، وهذا أنا أعتقد لست مع هذا التوجه، ولست أيضا مع استفزاز الجمهور الآخر بوضع لوحة. حلو، هذا رؤى ثقافية، ايه يعني الجمهور ينشغل بفريقه، بالضبط ينشغل بفريقه. أنا أرفع لوحة شعار التحدي لمبادرة سمو الشيخ حمدان محمد، لأن هذه الحقيقة فرضت نفسها في الساحة وكانت أيضا والكل تفاعل معها، والكل تفاعل، نعم، والمؤسسات أو أفراد، نحن مع هذه اللوحات، صحيح، لكن لست مع اللوحات التي تضر وتعكر أجواء الحركة وبالذات كرة القدم، وكلنا يعلم من يحضر المباريات كرة القدم أطفال، صحيح، في أعمار مختلفة، وهذا أيضا نقطة الخطورة جدا، وهنا دور الإعلام في هذا الموضوع. على فكرة موضوع الهيئة في المملكة الشقيقة، بس هذا مش متوثقين منه كثير، يعني في موضوع أنه أيضا حتى موضوع الإعلام الذي يمارس النقد التجريحي أيضا وجهت إليه أصوات قوية بتقديم اعتذارات، نعم، أنا وصلني هذا لكن مو متأكد من ما قريت المصدر الرسمي، نعم، هم فحتى في هذا المجال إذا هي عملت ضبط للوسط الرياضي أن يأخذ مسار الطبيعي، وهذا وضع الحقيقة، اسمح لي بوزيان انضباط، لا كلام سليم، هذا الوضع الحقيقة أيضا أنا في اعتقادي يجب أن تسود الأسرة الرياضية المحبة والانسجام والتوافق، نختلف في الآراء في طرح الوجهات النظر لكن دون أن نمس الآخرين، صح، يعني صدرت قائمة في حدود 38 أو 34 اسم من الزملاء في الصحافة والإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، طلبت منهم الهيئة الرياضية بتقديم الاعتذار لاتجاه من أساءوا إليهم أشخاص أو مؤسسات، نعم، وبالفعل صدرت
وهذه كانت شجاعة أدبية منهم، ولأن الحقيقة هناك شوي يمكن الوضع يختلف بين مؤسساتنا الإعلامية مع الشقيقة الكبرى، لأن هناك أيضا الصحافة تميل إلى الأندية بشكل صحيح صحيح يعني فيها صحافة أندية أصلا، لكن بينما هنا في الإمارات الوضع يختلف. لكن نحن الحين لا نريد أن نعتذر كإعلاميين لأشخاص، لا نحن نريد أن نقول رأينا بعيدا عن التجريح وعن الإساءة الشخصية. نعم. طيب خلني برجع أبو زياد، وإذا حاب تعلق على هذا الكلام خذ راحتك، بس برجع لمباراة الظفر والنصر، الظفر والنصر اللي أقيمت عصر اليوم. النصر حقق هدفه المطلوب ووصل إلى النقطة العاشرة. إذا العين الشباب شباب أهلي دبي والوحدة تعادلة، في مصلحة النصر أن يتقدم ويزحف على هذه الفرق. تمام. أنا هقول بس حاجة بسيطة بالنسبة للموضوع اللي فات، يعني يمكن أبو سلطان وبالمصادفة برضه في نفس التوقيت تقريبا عندنا في الخليج تناولنا نفس الموضوع بتاع اللافتات ده بالرأي، يعني وقفنا عنه في عمية الرأي وقلنا أن هي إلى حد كبير بقت ظاهرة ملفتة للنظر وزي اللعبة بالنار، يعني ممكن يكون فيها فجأة تلاقي هتاف معين أو لوجو معين أو يعني تيفو معين يطلع في مباراة فيعملك مشكلة كبيرة، يعني بقى فيه ملاسنات من خلال هذه اللافتات، ودي بتعمل إلى حد كبير يعني نار تحت الرماد كما زي ما بنقول. فجأة هتلاقيها يعني في مباراة أخرى الناس جاية مشحونة جاهزة، ويحصل زي ما حصل في ماتش الشباب الأهلي والعين مثلا بالضبط، الشحن الزايد ده بيخلق مشكلة. فهي إلى حد ما سلوك يعني مجتمعي ومحتاج ينضبط، وأنا اللي عارفه كويس قوي إن ما بيتمش اللافتات دي بمعزل عن يعني رؤية مجلس إدارة النادي أو معرفته بيها. صحيح. لذلك إن بعض الأندية لو تلاحظ لقوا لافتات معينة وتم سحبها والمباراة شغالة، يعني كان فيها كتير كنترول، لكن فلت العيار بخروج لافتة من دي مرة ولا حاجة هي من مشكلة كبيرة. الموضوع بالنسبة للمباراة أنا شايف إن يعني وصلنا الأسبوع السادس، وما ينفعش يكون فريق بيكون لسه بيعيد حساباته مع نفسه يكون شخصيته في المباراة أو في المسابقة بوجه عام. يعني النصر ما أقدرش أقول دلوقتي عنده عذر إنه يظهر عن وجهه الحقيقي كمنافس أو كواحد فريق راغب في المنافسة. يعني الفرق كلها دلوقتي معاييرها بانت قدامنا، بحيث نقدر نقول العين قد إيه ناوي على البطولة أو يقدر يراهن عليها بحكم إنه تصدر المشهد الآن أو أصبح على الصدارة من الأسبوع الماضي. الوحدة من بداية الموسم عامل حضور عالي جدا، النصر فين من المشهد؟ فهو أعتقد بداية ظهوره أو إعادة أوراقه بالمباراة النهاردة مع الزفرة اللي حقق فيها الفوز، وابتدى يرتقي لمكان ممكن يسمح منه إنه يناور على الصدارة بشكل حقيقي. الفرق اللي واضحة هويتها بشكل عالي دلوقتي أعتقد واضحة لنا كلنا، يمكن شايفين العين، شايفين الوحدة، شايفين الوصل، لسه مش شايفين بقية الفرق بشكل صحيح. كما يجب. صحيح. لا الجزيرة كحامل لقب ولا النصر كواحد بيسعى للفوز. فأنا شايف إن الفرق اللي بتنافس على الصدارة كشفت عن وجهها بالنسبة للمنافسة، والباقيين لا زالت ملامحهم غير غير واضحة. أبو سلطان قبل أن تجاوز هذا الفقرة، في مشكلة بين الوصل ونادي النصر في موضوع الملعب. نعم. يبدو أن اللي فجر الأزمة هذه أن النصر خاطبوا، يبدو أنهم خاطبوا الرابطة أو لجنة الدوري المحترفين أن المباراة مع الوصل لا تقام في الوصل. نعم. وشعروا الوصلاوية أن هذا نكران، يا جماعة. نعم. كيف ملعبنا صار ملعبكم وتبون تطلعون المباراة خارج، اعتبروها أرضكم وخذوا نفس المميزات. هو الحقيقة هذه طبعا الحرب النفسية دائما في كرة القدم موجودة. نعم. وظاهرة طبيعية جدا أن تكون هناك الحرب النفسية بين الأندية، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون الوصل متصدر الدوري برصيد 14 والنصر اللي أيضا قفز المركز العاشر، وبالتالي لقاءات الناديين تتسم دائما بالإثارة والندية منذ عشرات السنين. لكن في هذا الجانب أنا أرى الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تعامل بشكل منطقي دون الدخول في أجواء قد تسبب إشكاليات، لأن الأندية هي أندية ملك الحكومة. صحيح. وبالتالي النصر الآن يتم إعادة هيكلة الملعب وتحديده بشكل يتناسب مع تطور الحركة الرياضية في البلاد وتطور مدينة دبي على مستوى عالي جدا، وبالتالي طلب أن يلعب مباريات مع الوصل والوصلاوية. أيضا هم أنفسهم قاموا بتوفير كافة التجهيزات وأيضا تحملوا الأوقات التشغيلية لمباريات النصر على حساب نادي وميزانية نادي الوصل، وبالتالي هذه الإشكالية ظهرت. ليش زعل الوصل أخي؟ ليش زعلان؟ يعني أنا في اعتقادي مثلا عندما يأتيك الضيف إلى منزلك ويغادر دون أن يستأذن منك مهما تأخذ بخاطر، أو يقول لك نطلع من البيت. بالضبط. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا الموضوع سينحل فيما بينهم بالود والمحبة وتصريحات تحدث، لكن ما تصور أنها بتسبب إشكالية في العلاقة بين النادي إن شاء الله
إن شاء الله. نعم. بإذن الله ما تسوي إشكالية. العديد من الذكريات التي تحملها المواجهة أو مواجهة الكلاسيكو الزمن الجميل بين الملك والزعيم، ولكن في السنوات الماضية الأرقام جميعها ضد الشارقة، فهل يأتي الفوز غدا لينهي هذه العقدة؟ الملك والزعيم لقبان عند ذكرهما يتبادر للأذهان فورا، كلاسيكو الزمن الجميل. بالفعل فهذان الفريقان صال وجال كثيرا على مدى تاريخ الكرة الإماراتية، ومواجهتهما في السابق كانت عنوانا للإثارة والندية والمتعة والتواجد الجماهيري الغفير. الوضع في السنوات الماضية تغير، وهذا ما لا يخفى على أحد، فالملك تراجع كثيرا وسمح للزعيم في تخطيه في عدد الألقاب والبطولات، ولكن رغم ذلك المواجهة بينهما لم تعتمد في أي وقت على مستوى الفريقين وموقعهما في الدوري، فكثيرا ما نجح الشارقة في إحراج العين وهو في أضعف مستوياته، والعكس حصل رغم قلة ذلك. الأرقام تؤكد أن الكوماندوز الملكي لم يحقق الانتصار على الزعيم البنفسجي في آخر 10 مواجهات بينهما في الدوري، والأرقام تقول إن الشارقة تواجه مع العين بالاحتراف في جميع البطولات 19 مرة، فاز العين في 11 مواجهة والشارقة في مواجهتين، وتعادل الفريقان في 6 مباريات، بينما سجل العين 44 هدفا والشارقة 22 هدفا، وهي أرقام لا ترضي بالطبع شغف جماهير الملك الشرجاوي. لذلك الأماني تطالب العنبري بالفوز غدا، وذلك يعني العودة من بعيد إلى أجواء الدوري الذي يحتل فيه الشارقة المركز الأخير. المباراة بتكون مع فريق متصدر، المباراة ما بتكون سهلة، لكن الفريق يأدي بشكل طيب الحمد لله في التمارين، ولازم نثق في المجموعة الموجودة ونثق أن نحن نقدر نطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله. الفترة طبعا هي قصيرة، لكن اللعيبة أوريدي كانوا متمرنين مع بعض مع المدرب السابق، فأتوقع الانسجام موجود بينهم. نتمنى إن شاء الله النتائج تتغير، بس الفريق مستعد بشكل جيد، وإن شاء الله في المباراة القادمة إن شاء الله في المباراة القادمة ناخذ 3 نقاط إن شاء الله، وضد فريق متصدر فريق العين وعلى أرضه، وإن شاء الله يعني إن نحقق 3 نقاط ونلعب مباراة جيدة. طيب وزياد، الشارقة بنقطتين، مباراة الغد هي كبرياء وتقدم قليلا، يعني لا يجوز الوضع هذا، لا يرضي أحد، وبالنسبة للعين هي الصدارة. تمام، لذلك أنا متوقع مباراة من العيار الثقيل، هي على فكرة حاجة مباراة ثقيلة المستوى برضو، لكن ظروف الفريقين بتخليك شوية يعني كلها أسئلة كتير، يعني بتطرح أسئلة كتير قد ما تديك إجابات. يعني أنا شايف أن المباراة بكرة محتاجين نشوف فيها أكتر من إجابة على أكتر من سؤال. يعني إذا هل الشارقة هيلعب بنفس الطابع اللي كان إلى حد كبير رصين وملتزم دفاعيا زي ما لعب أمام شباب الأهلي آخر الأسبوع الماضي، ولا هيبتدي يعني ياخد ثقة في نفسه أكتر ويلعب بمناورة هجومية بحيث يحاول يحصل نقاط ترفع يعني وضعه من بئر المسابقة والمركز الأخير دلوقتي، فمحتاج ينتفض منه ويحقق نتيجة مش هيحققها إلا من خلال نتائج إيجابية مع الفرق الكبيرة. كيف تشوف المباراة؟ يعني ده هيكون استكشاف، وأعتقد مرحلة يعني تطبيع المدرب الجديد مع اللعيبة هتبان بكرة قد إيه يعني قطع شوط مع اللعيبة في استيعاب بعض. يعني كيف تشوف المباراة في صعوبتها للشارجة؟ أنا شوفها صعبة جدا بالنسبة لي. صعبة. هذا كلام الكابتن عبد العزيز يقول في التصريح الآن في التقرير أبو سلطان، يقول الانسجام موجود، ننتظر النتائج فقط، يعني لا نفتقد إلا النتائج. صحيح، هو التغيير اللي حصل بالنسبة للجهاز الفني في نادي الشارقة أعتقد كان مرتبط بالمدرب بالمقام الأساسي، لأن شاهدنا مباراة الشارقة والأهلي كانوا الحقيقة حماس وحركة ونشاط وتغيير جوهري بالنسبة لأداء اللاعبين.
أعتقد أن وجود عبد العزيز العمري وعنده تجربة سابقة مع الفريق بتساعد الحقيقة على أن يتفوق أيضا هو نفسيا وذهنيا مع اللاعبين في المباراة الغد. صحيح العين يمكن العين الآن هو الفريق الأفضل من الناحية الفنية ومن ناحية اللاعبين الأجانب ومن ناحية التجانس ومن ناحية الفوز والانتصارات، لكن هذا لا يمنع أن الفريق الشارقة يستثمر الأجواء الجديدة والبيئة المختلفة تماما في تغيير وجهه في لقاء القمة. أعتقد أن دورينا واضح أن ليس هناك المقاييس تقريبا أو المستويات متقاربة جدا، حتى لا نريد أن نظلم فريق على حساب فريق آخر. نجد أن فريق دبا الحقيقة قادر يحقق مباريات على مستوى عالي جدا، وكان ند عنيد صحيح. أمام الوصل، والكل يرى أن ضربة هدف لم يحتسب له وهكذا. وبالتالي أيضا لا نقيس الشارقة الآن في المركز الأخير، نقيس الشارقة كفريق كمجموعة عندها القدرة وعندها الاستعداد، كما أشار عبد العزيز العمري بأن لا ينقسم سوى النتائج، وهذه النتائج مرتبطة بأداء وتفوق لاعبين خلال 90 دقيقة في مواجهة فريق يلعب كرة القدم يساعدك على أنك تلعب بالضبط. يعني فريق العين فريق يعني ممتع أنك تلعب أمامه، وبالتالي يشعر لاعب الشارقة بأنهم أمام فريق يعني من هذا هذا يفجر طاقة بالضبط يفجر طاقة نعم. إن شاء الله ننتظر مباراة طيبة غدا إن شاء الله. وقع اتحاد كرة القدم أمس اتفاق التعاون مع وكالة أنباء الإمارات وام لتكون شريكا إعلاميا استراتيجيا لكرة الإمارات أو الكرة الإماراتية. أبعاد هذه الاتفاقية وإيجابياتها على الاتحاد في التقرير التالي. ضمن خطوات جديدة لاتحاد الكرة في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وقع اتحاد كرة القدم ووكالة أنباء الإمارات وام اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز المحتوى الإعلامي السليم لتوصيل الأخبار إلى أكبر شريحة من الجماهير، إلى جانب توجيه رسائل أخرى تثقيفية. وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وقام محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ومحمد جلال الريسي الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات وام بتوقيع الاتفاقية. الاتفاقية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بهدف إيصال الأخبار الخاصة بمنظومة الكرة الإماراتية بطريقة سليمة وصحيحة لضمان أوسع انتشار وبعدد كبير من اللغات للوصول لشريحة كبيرة من الجماهير المتابعة لأخبار الكرة الإماراتية. بالأمس أتصور سلطان أبو زياد أنه كان في اجتماع مع رؤساء الأقسام صحيح؟ صحيح. واليوم واليوم هذه أو لاحقا أو في هذا في نفس الوقت كان في شراكة تمام. شو اللي يبقى بالضبط مروان من هذا التحرك في أوساط هذه يعني الوسائل الإعلامية؟ والله الاجتماع حضرناه كان بشكل هو هدفه كان أساسه التنسيق والتشاور للمرحلة القادمة. أبو سلطان حضرت؟ لا ما حضرت. هو كان معمول على مستوى رسائل أقسام من الصحافة الرياضية بالتحديد يعني، وأعتقد كان هيعقوب اجتماعات أخرى مع باقي المؤسسات الإعلامية. شو الأفكار اللي طرحت؟ هي مش أفكار قد ما هي يعني طرح للمستقبل، يعني خطة 2019 بالنسبة لكأس آسيا وإيه اللي ممكن يلعبوا الإعلام في هذا يعني في إنجاح هذه الخطة وتحقيق الهدف منها، حتى صياغة الهدف نفسه وإقناع الناس به ويكونوا كله شركاء فيه. هو يعني كان أكتر منها يعني خطة على الورق أكتر، لا أفكار بيكون واحد بيعرض أفكاره وإيه اللي ممكن يتم في هذا السبيل يعني. وبالتزامن معها بعد الاجتماع ما خلص تقريبا بعشر دقائق كان في توقيع الاتفاقية بتاعت وام بالنسبة للشراكة الاستراتيجية بتاعت الإعلام. ما في طلبات طلبت منكم؟ لا لا بالعكس كلها يعني أفكار بيكون واحد بيقول كيف يرى المشهد واتحاد الكرة شايف الخطة إزاي والهدف منها إزاي. ممتاز. الشراكة مع مرحلة جديدة تقتضي الشراكة يعني. مع وكالة الإمارات يعني انها بتاخذ الاخبار وتنشر من خلال الاخبار، هذا اتفقنا عليه، لكن الجلوس الى وسائل الاعلام اللي شابها في الفتره الاخيره نوعا ما خلافات او وجهات نظر طرحت او نقد وجه بشكل قوي من بعض الزملاء او في بعض التحقيقات، ما الذي يعني هل هي مرحله تهدئه المطلوب ولا توحيد جهود، شو المطلوب بالضبط يعني؟ هو الحقيقة أمر مشجع أن يبادر اتحاد كرة القدم
كمؤسسة رياضية كبرى في البلد، تعد أنا اليوم أعتبرها هي المؤسسة الأولى من حيث ضخامة العدد البشري، من حيث ضخامة الموازنة، من حيث أيضا الشعبية التي تتمتع بها لعبة كرة القدم. عندما يبادر اتحاد كرة القدم بالالتقاء مع الزملاء رؤساء الأقسام، وهذا أيضا مؤشر حقيقي إيجابي، نحن أيضا نبارك لمثل هذه الخطوات. مثل هذا اللقاء يتم التنسيق والتحديد الرؤى الإعلامية الفترة القادمة دون وصايا عليهم، وهذا أيضا حقيقة يسجل في اعتقادي مكسب، ويسجل لاتحاد كرة القدم على أن يبادر في فتح الأبواب والقنوات مع كل المؤسسات الإعلامية تماشيا مع مبادرة اتحاد كرة القدم قبل عدة أشهر عندما نظم الحوار المفتوح مع الإعلاميين. نعم. أيضا الخطوة الأخرى هي أيضا اتفاقية مشتركة مع وكالة أنباء الإمارات في ثوبها الجديد. وكالة أنباء الإمارات الآن بأيدي الحقيقة وطنية شابة على مستوى عالي جدا من حيث العلم ومن حيث الخبرة، وبالتالي أيضا الاتفاقية مع مؤسسة كرة القدم في اعتقادي يجب أن يستفيد اتحاد كرة القدم من خبرة وإمكانيات وكالة الأنباء، لأن اتحاد الكرة سبق له أن أقام أيضا اتفاقية استراتيجية مع الأخوة في جريدة البيان، ولم نرى نور، لم ترى هذه الخطوة، لم تنفذ أي خطوات. وقعت اتفاقية؟ نعم، تم اتفاقية بين الأخوة في البيان كمؤسسة مع أيام الأخ يوسف السركال، لكن لم يرى هذا العمل حيز الوجود، لكن اليوم اتفاقي مع وكالة أنباء الإمارات. طبعا وكالة أنباء الإمارات كلها يعلم هي الأم هي التي تقوم بتغطية، والوكالة الحقيقية مو مقصرين يعني في توزيع الأخبار والأخر، لكن اليوم هي مرحلة التوافق مع المؤسسات الإعلامية. الفترة القادمة كما أشار بوزياد بأنهم تم الاتفاق والتنسيق على موضوع كأس آسيا، وأيضا كأس آسيا هذا يحتاج إلى تشكيل فرق عمل إعلامية، لازم يكون الإدارة الإعلامية في اتحاد كرة القدم يجب أيضا تفتح أبوابها ويكون لديها أيضا تصورات من أجل هذا الحدث القاري الكبير. فتح أبوابها كيف بالضبط؟ فتح أبوابها من ما يكون في شيء مغلق، افتحوا للعالم يشوفوا يعني، لا بد أن يكون هناك في، لأن الإعلام اليوم ما عاد يخبي شيء، وبالتالي كل الأخبار والأسرار لم تعد مخزونة في الأدراج. صعب إنك تغلق عليها. شو بغيت تقول أبو زياد؟ انتقل عن حين. لا سريع كذا، عايز أقول إن يعني يمكن شوية كنا بنتكلم على جزئية إن في يكون في انضباط للمشهد يعني الحركة كذا ككل. يعني ما يطلعش في حد يطلع لك مشاز. اتفقتوا أمس إن خلاص. الفرق بين النقد وبين التجريح وبين مثلاً إنك تعد تصحح المسار وبين إنك تكون مثلاً بتوقف المراكب السيارة. يعني في كتير قوي من النقد ياخد توب غير توب، وفيبان إن أنت يعني خارج عن النص أو عامل حاجة نشاز. أنا عندي مداخلة، كنت أتمنى لو كانت وجهت لي الدعوة، كنت أتمنى من أعزائي اللي كانوا موجودين في هذا اللقاء كان يطرحوا على اتحاد كرة قدم سؤال، لماذا لم يخاطب الاتحاد الدولي اتحاد الكرة الإماراتي لترشيح الصوت الإعلامي في جائزة أفضل لاعب اللي تم اختيار اللاعب رونالدو. الغريب الأمر أن اللي رشح صوت الإمارات صحفي إيرلندي أو سكوتلندي مقيم في البرازيل وتحدث باسم الإمارات في ترشيح الأصوات. كنت أتمنى أن هذا الموضوع يطرح داخل هذه الجلسة المغلقة، لأن عادة الاتحاد الدولي والعرف هو أن الاتحاد الدولي يخاطب الاتحادات الوطنية اختيار المدرب والكابتن والإعلامي لاختيار أفضل لاعب في العالم. لكن هذه المرة أو المرات السابقة كان دائما الاتحاد الدولي، كان أيام مهدي الله يذكره بخير اختاروا مهدي وإسماعيل مطر، وكان إعلامي أيضا يعمل هنا ليس إماراتيا وليس له علاقة بالصحافة الإماراتية كان يرشح. تكرر هذا المشهد هذه المرة أيضا، والاتحاد مسؤول عن هالشيء. هو الاتحاد يفترض أن حد يبلغ الاتحاد أن يخاطب الاتحاد الدولي، ونحن كجمعية الإعلام الرياضي بصدد أن نقوم بمخاطبة اتحاد الكرة الإماراتي لمعرفة ما هو سبب غياب الصحافة الإماراتية عن المشهد التصويت، وأن برازيلي أو إيرلندي يمثل الإمارات. كنت أتمنى أن يطرح هذا الموضوع في هذه الجلسة. طبعاً الكلام لم يطرح. لا هو جدول الأعمال كان مخصوص أساساً لقضة كأس آسيا، وكان فيها زي ما قلت من شوية أنت، يعني
يعني مراعاه او تضميد لكل المرحله الماضيه خلال الفتره الجايه. يعني بنحاول يعني اذا كان في خلافات في وجهات النظر، اذا كان في بعض الامور المفهومه غلط، تم تصفيه الاجواء من كل الوجوه. يعني الكل راضي، طلع المرحله الجايه مرحله فيها كتير توافق وانسجام وخطه مش بيشترك فيها الكل، رؤساء الاقسام كلهم حضروا على الزياره. يعني جدول اعمال اللقاء ما كانش في بيد الاعلاميين، كل رؤساء الاقسام حضروا. كل رؤساء نعم كلهم حضروا، كلهم تمام. والاجواء كانت مريحة. والاجواء كان ايجابي جدا وانتهى بشكل ايجابي جدا. يعطيك العافيه. من جانبه اعلن مجلس اداره نادي الشارقه عن انشاء مركز اعلام للنادي برئاسه الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، ويضم المركز 7 وحدات تنظيميه، اذ تم تعيين محمد ابراهيم دعيفس مدير لوحده الاتصال الجماهيري، وعادل محمد الحمادي منسقا اعلاميا للنادي، ومحمد الحمادي مديرا لوحده التواصل الاجتماعي، وعبد الله خلف مستشارا للمركز الاعلامي لشؤون التواصل الاجتماعي، ومحمد علي الحمادي منسقا عاما للمركز الاعلامي، ومحمد عمر الدوخي مديرا لوحده العلاقات العامه والاتصال المجتمعي، واسلام الشيوي مديرا لوحده مركز الاخبار. طيب ابو سلطان، الشارجه الان طبعا انت تعرف في الفتره الحاليه الشارجه والاهلي في بهياكلهم الجديده طبعا شغالين على موضوع تجهيز يعني او بناء بعض الادارات. الجانب الاعلامي من الجانب اللي الكل كان يعاني منه، اليوم تم تكليف الدكتور عبد الله سلطان، وهو رجل استراتيجي باداره الاعلام في 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 النادي بالاضافه الى اعمال اخرى. الاعلام مشكله عندنا صراحه في المؤسسات الرياضه، في الاعلام في الانديه، فهل هذه نوع من انواع المعالجات والنظر الى المستقبل بشكل اخر؟ لا، هذا ليس نوع من انواع المعالجات، هذا انا اعتقادي في نوع من البرمجه يعني او البربغندا يعني او البهرجه. يعني المعالجات لا تتم بتعيين 5 أو 7 مدراء، كل هذه الادارات ممكن تكون في اداره واحده، لكن يبدو الاخوان عندهم راي مختلف عن وجهه نظري، لكن يعني في النهايه هي مسميات. نحن في وضع رياضي الان، نحن نمشي مع المسميات، لكن لا حتى لا نظلم هذه الفكره وحتى لا يعني نجحف بحقهم، اقول فكره الانشاء مثل هذه الادارات في الانديه شيء طيب، لكن تعددها 7 أو 5 ادارات كثير. يعني العدد هي مش ادارات، هي في المركز يعني نفسه كلها تاتي في اطار واحد. لكن جيل اليوم فكره يختلف الحقيقه، واتصور ان وجود الدكتور والاخ خالد ايضا سفر على ما اعتقد معهم، هذه الحقيقه يحاولون ايضا ان ان ان, أن شبابنا اليوم ياخذون مواقعهم من خلال ايضا التواصل الاجتماعي، لان ظهرت الشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيره لعبت دور خطير في زعزعه واستقرار المؤسسات الرياضيه، ومثل هذه الامور حقيقه يعني ساهمت في عمل فوضى. وبالتالي الاخوه في نادي الشارقه يريدون تصحيح بعض الاوضاع، خصوصا هناك كثير من ابناء نادي الشعب يعني مش مرتاحين من موضوع الدمج، وبالتالي مثل هذه الامور انا في تصوري ربما تساهم فعملية طيب. التواصل وبالتحديد الإعلام سيلعب دور كبير، أتمنى لهم نجاح إن شاء الله وتوفيق. تسلم أبو سلطان. الآن معي الدكتور عبد الله سلطان مدير المركز الإعلامي بنادي الشارقة. دكتور مساء الخير براشد. مساء النور عليكم التأليف على الأخوان الضيوف. حياك الله براشد. سمعت أنت طبعا تعليق أستاذ محمد الجوكر؟ والله أنا سمعته من جزء البروباغندا لأن هو جيد، هو عملية الربط رائعة لموضوع أن التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا، لأنها في الفترة الماضية عملت إرباك وعملت مشكلة. صحيح. بالإضافة إلى أن ممكن أنها تساهم موضوع الدمج الآن، هناك لا زال من لم يصل إلى ذهنه الأهداف السامية في موضوع الدمج، وأن الدمج هو مساحة أكبر للإبداع والابتكار وتوحيد القوة، هي هذه المعاني الجميلة وليس معاني أخرى. فدور المركز في شقين، في البناء الداخلي والبناء الخارجي، خاصة إذا ما عرفنا دكتور أن في عندنا مشكلة في التواصل، يعني لا زال في أزمة عندنا في التواصل مع الإدارات والتعرف على ما يدور داخل هذه المؤسسات الأندية بالتحديد. طبعا كل الشكر لك خوي علي على الاستضافة على الاتصال، وبالعكس
يمكن نحن مجلس جديد بعد الدمج، مثل ما تفضلت في ناس متقبلين عملية الدمج وفي البعض غير متقبل وما زال. إنشاء المركز الإعلامي أتى من هدف أساسي وهو إيجاد صوت واحد يؤكد أو يعزز عملية الدمج. نحن شكل هذا المركز الإعلامي خلال الشهرين اللي فاتوا، طبعا طلعت شخصيا على بعض المناهج التطبيقات في بعض الأندية، حتى على المؤسسات الإعلامية الموجودة الآن في مواقع دبي والشاجة المؤسسة الإعلامية. تجربة الشاجة والشعب كيف كان العمل فيه طلعت عليها مع الشباب، وعلى الأساس خذنا يمكن الفريق مثل ما قال أخوي الفاضل جوكا، خذنا مجموعة من اللي اشتغلوا في النادي الشاجة ومجموعة من نادي الشعب في هذا الفريق. وطبعا الوسيلة الأساسية الآن في عملية التلقي المعلومة الصحيحة يمكن وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي هي الأداة الأساسية اللي هي ممكن تهدم أو تبني صحيح في كل المجال بما فيها مجال. الحمد لله بعد قرار تشكيل مجلس إدارة المركز الإعلامي، نحن عندنا لقاء إن شاء الله بيكون يوم الاثنين أو الثلاثاء مع سعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعلى ضوء إن شاء الله بنضع سياسة إعلامية موحدة وخطة إعلامية كيفية توطيد علاقة نادي الشاجة مع كافة وسائل الإعلام من جانب، توطيد علاقة نادي الشاجة مع الجمهور كيف. الجمهور عاطفي، أنا لا ألوم أي، أنا واحد من الجمهور ينظر إلى نتائج فقط كرة القدم، لكن هذا المركز الإعلامي لا يمثل فقط كرة القدم، يمثل كل الألعاب اللي موجودة في نادي الشاجة والفعاليات والمناسبات. نعم، فعلى الأساس نحن وجدنا هذا المركز، ونتمنى إن شاء الله الجهود، يعني أنا أدعو إن شاء الله ناوي من ضمن أهداف إن شاء الله المركز نعقد حلقة نقاشية وجلسات حوارية يساهم فيها الإعلاميين، وأنا من الآن يعني على منبرك الحق أدريك أنت شخصياً وزملائك وضيوفك وأي إعلامي أي محلل أي شخص، أنا أبغى أستفيد منكم والأخوان في الأندية الثانية بعد مدعوين للحضور، الكل مرحب فيه في نادي الشاجة. نحن نبغى نحقق توجه رئيس صاحب السمو الشيخ سلطان أن يكون في نادي يجمع كل المشجعين من طرفي الشاجة والشعب أو جمهور جيل الجديد. الآن أنت في بيتك في اختلافات، طفل يشجع نادي العين، نادي الأهلي، نادي برشلونة، نادي ريال مدريد، هذا حق لكل واحد، لكن نحن إن شاء الله نسعى من هذا النادي أن يكون فيه تجمع فعلا أخوة وحبايب وزملاء عمل، والخلافات تحصل. أنا عارف أن في أخطاء كثيرة حصلت حتى لما إحنا كنا في نادي الشعب أو كان في نادي الشعب، لكن جهود يشكرون عليه كل المجالس الإدارات لأن كلهم يعملون عمل تطوعي بالدرجة الأولى. صحيح. أكيد. ولكن نحن نتأمل إن شاء الله من خلالكم أنتم ومن خلال الجمهور الكريم إن شاء الله ان نعد خطه واضحه ونطبقها ان شاء الله. ونحن حاضرين في كل يعني شيء يدعم هذا هذه المبادرات وهذه التصورات المستقبليه للعمل الاحترافي المهني في مجال الرياضه. احنا جاهزين معك دكتور في اي شيء. الله يبارك. نحن للتنويه ايضا نحن ان شاء الله حددنا متحدثين لكل لعبه، الان ان شاء الله بيكون في متحدث رسمي للقدم، في متحدث رسمي للعبه الألعاب الجماعية، في متحدث يقدر يوصل شو الأدوات أو آخر الأخبار لكافة وسائل الإعلام، ولكن أنا بعد تليفوني موجود الأخ علي عندك في أي وقت إن شاء الله. بس هاي مرحلة الآن جمع معلومات، ما أخفيكم الآن أجمع المعلومات قد ما أقدر، وبعدين إن شاء الله بنعلن أي معلومة تبونها إن شاء الله تحاضر. إن شاء الله دكتور يعطيك ألف عافية، أنا شاكر لك، شكرا جزيلا، حياك الله أبو راشد، تسلم ويطول عمرك. دكتور عبد الله السلطان مدير المركز الإعلامي في نادي الشارقة، وهي إدارة أو مركز حديث التكوين إن شاء الله سيشهد النور والعمل إن شاء الله في الفترة القريبة بنشاط وبنجاح بإذن الله. الوقت يضيق علي، ذلك أستأذنكم بنتقل لمحور التالي إلى جولة في عالم التواصل الاجتماعي مع الزميل طلال عبد الله. أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة مع عالم التواصل الاجتماعي وأهم ما نشر خلال الساعات الماضية، والبداية من حساب إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة والتغريدة التالية. يد الملك متصدر الدوري يسعى لإنهاء الدور الأول على القمة عندما يلتقي الإمبراطور الوصلاوي الوصيف غدا بدبي. إلى حساب اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والذي غرد، بعثة المنتخب تغادر إلى مدينة نيودلهي الهندية للمشاركة في بطولة الهند الدولية للشباب والناشئين في الفترة من 28 من أكتوبر حتى 2 من نوفمبر. حساب اتحاد الكرة في انستغرام نشر صورا للدورة التدريبية التي أقامها الاتحاد بمشاركة 24 متدربا للحصول على الرخصة الأسيوية سي.
ومن حساب قناة الشارقة الرياضية اخترنا لكم التغريدة التالية: انطلاق سواق القوارب الشراعية فئة 22 قدم، والذي ينظمه نادي الشارقة البحري بمشاركة 50 قاربا في الحمرية. كانت هذه جولة سريعة في عدد من حسابات التواصل الاجتماعي. نعود بكم إلى الاستوديو والزميل علي الظبياني. شكرا لك طلال. أيضا نتجه حبايبي الكرام في فقرة سريعة، جولة إخبارية، نعود بعدها إن شاء الله إلى آخر محور وقضية حلقة هذا المساء. افتتح شيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح أمس بطولة أيبك جراند سلام أبو ظبي للجودو 2017، والتي تقام برعاية سمو شيخ هزاع بن زايد النهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وذلك بصالة أرينا أيبك الرياضية بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. تقام منافسات البطولة على بساطين بمشاركة 277 لاعبا ولاعبة من 47 دولة من مختلف القارات، وتبلغ جوائزها 154 ألف دولار. انطلقت اليوم الجولة الخامسة والأخيرة في الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد بمبارتين كان شعارهما الفوز للأطراف الأربعة، وذلك من أجل تحسين المواقع في سلم الترتيب، حيث استقبل الجزيرة السادس والأخير فريق النصر الثالث، وحل العين رابعا بثماني نقاط ضيفا على شباب الأهلي دبي الخامس بست نقاط. ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، انضم الحصن متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط إلى الظفر الذي تصدر مجموعته أيضا في التأهل إلى الدور النصف النهائي، حيث تغلب الظفر على خرفكان بنتيجة 5-3، بينما حقق الحصناوي الفوز ب5-2 على اتحاد كلباء. اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في اجتماعه أول من أمس 30 لاعبا يمثلون القائمة الأولية للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا من 18-28 من يناير المقبل بمدينة سوان بكوريا الجنوبية، والمؤهلة لبطولة العالم للرجال 2019. التقى اليوم منتخبنا الوطني للسيدات مع فريق الجيش البريطاني في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وتأتي هذه التجربة الودية تنفيذا لمخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في مجال الرياضة، والتي ضمت مقترح إقامة مباريات ودية بين المنتخبات الخليجية للسيدات والمنتخب البريطاني النسائي العسكري. إلى آخر فقرة في حلقة هذا المساء، اتحادات أحبائي الكرام نسمع عنها ولكن لم نشاهد منها قط ظهور نجم يمثل الدولة في الاستحقاقات الدولية. وهناك وجه آخر، اتحادات ترفع منذ سنوات شعارات في الانتخابات وتتوعد بالإنجازات، ولكن المحصلة ما زالت صفرا حتى اللحظة. وفي المقابل أبطال على ينشدون الأمجاد ويتدربون على حساباتهم الشخصية أو على حسابهم الشخصي ويحققون الإنجاز من دون جهة ترعى. ملف تراجع رياضتنا المحلية على الصعيد الدولي يأخذنا للعديد من الخبايا التي لم تكشف والمرتبطة بأسباب هذا التراجع. فهناك اتحادات ترفع من قيمة إنجازاتها رغم أنها حققت ميدالية قارية على مستوى بطولة ودية في إحدى الدول الآسيوية، وعند القدوم إلى التصفية المؤهلة للأولمبياد لا نشاهد إلا 13 لاعبا في بعثة المنتخب المشاركة، وعدد الإداريين بالطبع يكون الأضعاف، وبعض هؤلاء اللاعبين قدمت لهم دعوات خاصة للتواجد في أكبر تجمع رياضي في العالم. اتحادات منوطة بالمشاركة الأولمبية وهي عاجزة عن إيجاد لاعب مهيئ ومجهز وقادر على المنافسة. فعلى سبيل المثال، نحن نملك اتحادات لرفع الأثقال والتجديف والشراع الحديث وتنس الطاولة والمبارزة والملاكمة وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه والتايكويندو، بالإضافة إلى اتحادات عديدة أخرى، وهي اتحادات تحصل على موازنات سنوية من الهيئة. ولكن هل حققت هذه الاتحادات أي إنجاز على مستوى الأولمبياد؟ بالطبع لا، لأننا بالأساس
نملك ميداليتين أولمبيتين على مدى تاريخنا الرياضي، وفي المقابل هناك ألعاب تحتاج إلى اتحاد ولا يوجد لها أي جهة ترعاها كالجمباز والألعاب الشاطئية والترايثلون على سبيل المثال. لذلك نشاهد اتحادات غائبة ولاعبين مظلومين يحتاجون للرعاية. أبو سلطان، هذه تقريبا الحلقة الثالثة في برنامج ملاعبنا اللي يناقش واقع الحال في الرياضة عندنا احنا، والسلبيات الواضحة يعني مكشوفة وواضحة للجميع. ألعاب القوة على سبيل المثال، كيف نبحث عن بطل فيه ولا يوجد مضمار اللي نعرفه ان فيه يتدربون على ملعب نادي ضباط شرطة دبي؟ ألعاب القوى يجب أن يكون لها مضامير في أكثر من مكان، في أكثر من مدينة. إذا لا توجد، لم توجد بنية تحتية، كيف توجد أعمال في هذا الجانب أو بناء بطل؟ هو الحقيقة هذه قضية في غاية الأهمية، وليست قضية ألعاب القوى. أنا أتكلم عن قضية الملف الرياضي. نحن الآن ليس لدينا إدارة رياضية عليا. إدارة رياضية العليا اللي هي الجهة المشرفة على الحركة الرياضية إلى الآن مش معروف هل سيكون لدينا هيئة. تقصد لجنة الأولمبية صحيح؟ لا، أنا أقصد هيئة العامة لرعاية الشباب. إيه؟ وليس لدينا اللجنة الأولمبية الوطنية لين اليوم 11 شهر اللجنة الأولمبية نايمة. وبالتالي الجهتين الرسميتين الحكومية والأهلية مش معروفة صورتها في الوضع والوقت الراهن. وبالتالي لا نلوم أن اتحادات تفشل أو اتحادات ليس لديها مضامير، وهذه طبعا يعني اتحادات لا يوجد لها معالم واضحة لخطط واضحة ومستقبلية ومنهجية. لأن الرأس الهرم الوضع الرياضي الحقيقي أو الوضع الرياضي كما يقولون الهرم مقلوب، وبالتالي لابد أن يتم التحرك سريعا لإنقاذ الرياضة الإماراتية من حيث الهيكلة الإدارية. إذا نجحنا أن نعرف وين تصب الرياضة تحت أي منظومة، تحت أي مؤسسة، تحت أي وزارة، حتى نستطيع أن نقوي بقية الاعوجاج اللي حاصل. المضامير الحقيقة هذا بس مثال، ها مثال مش هو القضية. والمنشآت الرياضية لله الحمد الإمارات تتمتع بمنشآت رياضية حديثة تواكب التطور في ظل اهتمام القيادة والحكومة إلى آخره. لكن نحن نريد الآن أن نصحح الأوضاع في الهرم الإداري الرياضي. لابد أن يكون لنا يعني نعرف مسارنا الإداري الرياضي التنظيمي كيف يسير في الفترة القادمة، خصوصا بعد التغييرات والتعديلات التي صاحبت مجلس الوزراء الموقر، وأيضا إدخال إدارات الشباب مع وزارة الشباب وتحويل وزارة الشباب إلى حقيقة إلى تتابع قضايا الشباب. وهذا أيضا الحقيقة مؤشر كبير ومؤشر في غاية الأهمية، لأن الشباب اليوم ثروة الوطنية وهم يجب أن نحافظ عليهم. ومن خلال هذا التوجه الحكيم أنا في رأيي نبصم له بالعشرة، لأن الشباب محتاجين إلى دعم، لكن أيضا الرياضة محتاجين إلى دعم. قبل أيام وما زال الحديث جاريا على موضوع الصرف المالي الذي يهدر في جانب الرياضة، وبالتالي محتاجين إلى إدارة رياضية عليا، محتاجين إلى إدارة أزمات، محتاجين إلى إدارة العلاقات. كل هذه المسائل، هذا الملف بالكامل يقع تحت مسؤولية الملف الرياضي. الملف الرياضي من يقوده؟ هذا السؤال الذي أطرحه الآن. يعني لا زال بدون قائد، يعني ما نعرف منه سيتولى موضوع هل سيكون لدينا هيئة للرياضة، هل ستكون تذهب الملفات الرياضية بأكملها إلى اللجنة الأولمبية الوطنية التي ما زالت إلى الآن لم نرى أي شيء منها من 5 يناير أو 4 يناير لين اليوم هذا لم يعقد. كل هذه المسائل حقيقة تحتاج إلى 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 إجابة عليها حتى نستطيع أن نجاوب على أسئلتك المهمة اللي هي موضوع الألعاب القوى والأبطال والأولمبياد وطوكيو 2020. كل هذه حقيقة سيبت فيها في رأيي هو من سيقود الملف الرياضي في الفترة القادمة. جميل. في برنامج رائع جدا يقدم من قناة الشارقة الرياضية، نعم، اسمه ناشئة، نعم، إذا لم أخطأ الجماعة ملاعب الناشئة ليعد عبد الرحيم، نعم، يعد الزميل عبد الرحيم.
واحد من أروع البرامج اللي من يتابعه بدقة يقدم لك القاعدة تماماً مسح شامل على مستوى الدولة. تمام. يعني لو فيه من يبحث عن المواهب سيجدها في هذا البرنامج، لأنه لا يترك مدرسة، لا يترك نادي، لا يترك مركز خاص، لا يترك مركز حكومي إلا يذهب إلى الظفرة في أبو ظبي. فمن ضمن المشاهد اللي شاهدته صراحة لاعبة جمباز صغيرة عمرها تقريبا 6 سنوات اسمها لمية مال الله مواطنة. البنت هذه حائزة على ذهبية في بطولة في فرنسا، وحائزة على كذا بطولات في مناسبات محلية. طبعا الجمباز كحسب ما سمعتنا ما في اتحاد جمباز أساسا عندنا احنا. فهذه البنت على نفقة أبوها تمارس هذه اللعبة، الطفلة الصغيرة هاي هي نموذج بطل قادم يعني بنت رائعة جدا. من المدرسة في فيديو آخر أو تصوير في مجال آخر أو لقاءات أخرى مع لاعبات اللي هو الرماية بالسهم، قوس السهم، أيضا قوس السهم، يعني أيضا شباب، فئة قطاع كبير من الشباب كلهم من المدارس، يقولوا احنا طلعنا من المدارس، جايين من المدارس. طبعا الاتحاد المدرسي، انا اسال الان عن الاتحاد المدرسي، اسال الان عن اللجنه الاولمبيه اللي قالت لنا سترعى الابطال، تبحث عن الابطال من خلال برنامج. وين هذا كله اذا احنا القاعده الاساسيه ما جالسين نتابعها ونبحث عنها؟ والله انا شايف المشهد بطريقه ان حاليا بيتم يعني اعاده ترتيب للبيت الرياضي في الامارات بشكل جيد، او على الاقل بيتم مذاكرته بحيث يكون له إيجابية أكتر على أرض الواقع. يعني المرحلة الماضية أنا شايف كان فيها كتير، يعني يمكن كان في مرحلة من التوافق بين اللجنة الأولمبية والهيئة، ولكن على أرض الواقع لم يكن هذا التوافق له نتاج إيجابي على صعيد الحركة الرياضية. كان في يعني لحد كبير مش تنازع، عايز أقول عدم اتفاق على كيفية يعني توحيد الجهود حتى تحدث نهضة حقيقية لرياضة الإمارات. اللي بين إيدينا دلوقتي تم فصل الشباب عن الرياضة بشكل واضح جدا، ودي بقرار من خلال ايام سمعناه من الشيخ محمد بن راشد. فالى حد كبير انت شايف ان هيحصل في المرحله الجايه استقلاليه للرياضه بشكل عالي جدا، هتكون في صوره هيئه، في صوره وزاره، لسه هتبان في الايام الجايه. لكن اتمنى يكون مع التغيير ده يكون في تغيير في نوعي في اداره المؤسسه الرياضيه، بمعنى لما تكونش القضيه فيها ازدواجيه المشهد ما بين اللجنه والهيئه زي ما كان قبل كده، ما بين هنا قطاع حكومي وهنا قطاع اهلي، هنا بيتولى الصرف وهنا بيتولى الاعداد الفني والتخطيط. انا بعتقد لو بقت هيئه واحده واخده الخيوط كلها في ايدها وتوزع الادوار عليها من الداخل هيكون اكثر واقعيه وتحقيقا لايجابيه بالنسبه على صعيد المردود من الرياضه. فاذا ده حصل اعتقد هنكون على اعتاب مرحله جديده من التغيير النوعي في ناتج الرياضه. ما يبقاش مجرد تغيير شكلي، انا حابب يكون تغيير نوعي في اداء المؤسسات الرياضيه، لان دايما اللي بيعنينا هو الدور مش الوظيفه او يعني الناتج مش الهيكله او الشكل. يعني ممكن باي شكل يكون من الاشكال يديك ناتج عالي جدا فتكون انت مقتنع بيه. فاحنا عندنا مشكله في ان الشكل ما بيبقاش بيديك ايحاء ان ممكن يطلع منه الناتج اللي انت تتمناه من الرياضه. يعني ما لا يدعو للتفاؤل، ولا بدليل اقول لك ان من شويه بتتكلم على المنشات وعلى مثلا العاب القوى ما عندهاش مضمار. تعال دور كده، لو قلت بكرة أو بعد 10 سنين هتعمل دورة أولمبية، هل أنت عندك مجمع أولمبي كامل؟ هل عندك قرية أولمبية؟ هل عندك ملاعب كلها جاهزة لاستضافة حدث زي ده؟ أنا لازم يكون تخطيطي للمستقبل مبني على هذه الحسابات، إن البنية التحتية بتاعتي تكون بتكمل بعضها تدريجيا، بحيث يوم ما أقول عندي تخطيط لدورة آسيوية أو لدورة أولمبية. عندنا 33 تسلم، وصلت الفكرة رائعة أبو زياد. 33 اتحاد عندنا، معدل اللاعبين في كل هذه الاتحادات ما فيها كرة قدم وغيرها يمكن يقترب من 10,000. 13 لاعب في آخر بطولة شاركنا فيهم منهم 3 مدعوين وايلد كارد، نسبة وتناسب كيف تراه؟ هو طبعا الخلل الإداري موجود ما في شك. نحن يفترض في هذه الفترة اللي هي نحن في 2017 ننظم دورة الألعاب الأسوية. هذا القرار اتخذته اللجنة الأولمبية قبل 4 سنوات أن الإمارات تتقدم باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2017. اليوم ما في. شكرا جزيلا. عفوا سلطان، يعطيك ألف عافية. شكرا أبو زياد. خلاص يبقى الوقت، يبقى الوقت هو الفيصل في الانطلاقة في البرنامج وختام البرنامج. حبايبي الكرام وصلنا للختام، أشكر أبو سلطان وأشكر أبو زياد. هذه أطيب تحية مني ومن عبد الرحيم الحمادي معد الحلقة في من برنامج ملاعبنا، وخالد الحمادي المخرج، وجميع زملائي فريق عمل البرنامج. ألقاكم وأنتم بأطيب حال، إلى اللقاء.